الحالة المرضية اللي عندي، كان عندي واحد الفضق كان كبير عندي في المصران، وكان عندي كيس في المبيض، وكان عندي ورم ورا الرحم، وحيدته دابا الحمد لله، درت العملية ونجحت لي العملية. وداك المرض ديالي من حيدوه لي صيفطوه يديروا لي التحليل، مني مشى لابوغاتوار سيدي ما خرج لي نهار 10 في هاد الشهر هذا، ولكن ما كانش عندي باش نخلص. جبته البارح مني ديته للطبيب قراه ليا، قال لي عندك سرطان في المبيض من الجهة الأيمن والجهة الأيسر. الحمد لله أخويا على كل حال، الحمد لله. ودابا سيدي أنا قالوا لي خصك تعاودي التحليلة، ما عرفت واش باش يتأكدوا ولا ما عرفش علاش خصني نعاود التحليلة. المهم طالبي لي باش نعاود التحليلة عاوتاني ب1500 درهم، هاهما الوراق. وعطاني الطبيب واحد الرسالة باش نديها لواحد الدكتور واحد الكلينيك، ما عرفت باش نتبع معايا العلاج. قال لي المهم ملي تعاود تخرج لك التحليلة الثانية ديها هي والتحليلة الأولى لهاد الكلينيك، وراهما غيتبعوا معاك العلاج. وانا سيدي ما عنديش باش نتعالج، ما عنديش، ما عندي، عندي الله سبحانه عز وجل. عندي 6 البنيات والراجل اللي راكم عارفين مشاو خلاني، و6 البنيتات الكبيرات فيهم كانوا خدامين شوية في الفينيسيوم ساكن، مرة كيجيبوا بعد المهم كنجيبوا داك الطريف تاع الخبز، ودابا باركين مقابليني والحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد، هذا ابتلاء من عند الله، الحمد لله عليه، اللهم لك الحمد. الحمد لله دابا انا ساعدوني الناس ودرت العمليه، ودابا مني خرج عندي هذا المرض ديال السرطان خصني باش نسواني وباش نعاود التحاليل، وانا ما عنديش. وكان طالب من المحسنين ومن ذوي القلوب الرحيمه يشوفوا فيا ويرحموني ويساعدوني على العلاج، لان هذا المرض هذا خبيث، والهلا يكتبوا على شي واحد يا ربي، الهلا يكتبوا. الى مترى بنياتي 6 البنيات ما كاينش اللي يكون بيهم، غادي يتشردوا غيتلاحوا للزنقه وحنا عكاريين، وتا واحد ما غادي يقفل عليهم ورا 6. الناس عدوا مع واحد وتغلبوا ورا 6 البنيات تبارك الله، والحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد، هذا ابتلاء من عند الله، اللهم لك الحمد. كان طالب من المحسنين عاونوني، اللي شافني ويرحمني ويعاونني، اللي استطاعته يعاونني ماديا او معنويا يعاونني على داكشي باش قدركم الله، والله يجازيكم بالخير، والله يرحم الوالدين. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ فتختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.